رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع شرح كتاب بلوغ المرام لدينا محكام الحافظ المحجج عسقلاني. طيب نحن اليوم نشرح كتاب بلوغ المرام لدينا الأحكام الحافظ المحجج العسقلاني. وصلنا إلى باب سترة المصلى. فما هي السترة؟ ما المقصود بالسترة؟ السترة هي ما أي شيء يكون مقدار ذراع يفصل بين يدي المصلي وبين من يمر يعني. يبقى هي أي شيء بارز أو شاخص أمام المصلي كعمود ثابت أو عصا يغرزها في الأرض أو جدار أو عمود سارية من سواري المسجد. دي اسمها مين؟ السترة. قلنا حكم السترة الجمهور على انها ايه؟ سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. فعن ابي جهيم بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان عليه ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه يديه. وعند البزار من وجه آخر 40 خريفة. 40 إيه؟ خريفة. ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ اسم من يمر بين يدي المصلي واسمه هو أنه لو علم الاسم الذي عليه سوف يقف ولن يعبر 40 سنة. لن يعبر حتى يمر 40 سنة. سينقص 40 سنة ولا يمر. هذا يدل على عظم وجرم من يمر بين يدي مين؟ المصلي. لأنه يناجي ربه يا أولاد. فأنت تقطع عليه خشوعه. تقطع عليه إيه؟ خلوته بربه وخشوعه بين يدي ربه. وخريفا قلنا ما معنى خريفا؟ سنة. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ حد تاني. مقدار السطر ارتفاع. مقدار ارتفاع من مقدار مؤخرة الرحل. مثل مؤخرة الايه؟ الرحل. مثل مؤخرة الرحل. يا اولاد مؤخرة الرحل ديت هي بتكون خشبة الموجودة على الرحل فوق البعير الذي يستند إليه الراكب. الراكب تكون على ظهر البعير وعلى ظهر الرحل خشبة صغيرة كده في مقدار مين؟ طولها كام؟ ارتفاعها كام؟ ذراع. ما يقرب من الذراع. الذراع. إذن ارتفاع السترة السنة أن يكون مقدار ذراع، ما يقرب من الذراع، يعني حوالي ربع متر. حوالي كام؟ ربع متر. طيب يا أولاد. وعن سبرة ابن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهل. ما معنى ليستتر؟ اللام هنا لام إيه؟ الأمر. ليستتر، ما معنى ليستتر؟ ليتخذ إيه؟ سترة. ليتخذ سترة. طيب. وعن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخر الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وفيه الكلب الأسود شيطان. ولأبي داود أنه قيد المرأة بالحائط. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أنه لو مر كلب أسود وأنت تصلي فيقطع الصلاة. وأيضا أو مرت امرأة حائض. ما المقصود بالمرأة الحائض؟ المرأة البالغة. أو حمار. وأيضا لو مر حمار بين يدي المصلي. رجل اتخذ السترة فمر بين يديه كلب أسود أو حمار أو امرأة بالغة فإنه يقطع إليه الصلاة. يقطع ليه؟ الصلاة. طيب ماذا لو مر غيره؟ لو مر رجل فقتل.
فإنه إيه؟ يقاتل. فلو مر فإنه لا يقطع الإيه؟ الصلاة. لو أصر على المرور يعني فإنه إيه؟ لا يقطع الصلاة. لا يقطع الصلاة. ولو مر كلب أصفر لا يقطع الصلاة. أو كلب أحمر لا يقطع الصلاة. لا يقطع الإيه؟ الصلاة. وعن أبي ذر عن النبي قال: تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود إيه؟ شيطان. الكلب الأسود إيه؟ شيطان. فلو قال لك رجل: ما الفرق بين مرور الرجل؟ مرور الرجل لا يقطع الصلاة، ومرور المرأة تقطع الصلاة، مرور الحمار يقطع الصلاة. طب لو قال لك مرور القطة لا يقطع الصلاة، مرور الذئب لا يقطع الصلاة. طبعا انت هتموت طبعا لو عدى الذئب. صلاة ايه ده بصلاة؟ ها لا تقل لما ولا كيف. لا تقل لما ولا ايه؟ ولا كيف. انما هو الاتباع وترك الهوى وترك العقول والاذواق والاراء، انما هو الاتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاذ بين يديه فليدفعه، فان ابى فليقاتل، فإنما هو شيطان. وفي رواية: فإن معه القرين. إذن لو مر أحد بين يديك ماذا تصنع؟ فلتدفع، فإن أبى فلتقاتل. يعني تضربه سكين يعني؟ لا، فلتدفعه يعني بقوة يعني. ماشي. فإنما هو شيطان. فإنما هو إيه؟ شيطان. شيطان. طيب يا أولاد، ما هي مقدار الدنو من السترة؟ مقدار الدنو من السترة يعني تقدر القرب من السترة يكون بمقدار قد ايه؟ ثلاثة أذرع. فعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع. من ثلاثة إيه؟ أذرع. يبقى تجعل بينك وبين السترة كم؟ ثلاثة إيه؟ أذرع. ثلاثة أذرع. إذن المقدار اللي هو بين يدي المصلي المقصود به قد إيه يا أولاد؟ ثلاثة إيه؟ ثلاثة إيه؟ ثلاثة أذرع، مش ثلاثة أمتار، ثلاثة أذرع. أو إلى موضع سجود، إلى موضع إيه؟ سجود. إذا يجوز لك أن تمر بعد بعض ثلاثة أذرع. نعم، يجوز لك أن تمر بعد ثلاثة أذرع حتى لو لم يتخذ إيه؟ سترة. حتى لو لم يتخذ إيه؟ سترة. طب إذا يا أولاد، لو الإمام بيصلي ووراءه مأمومين، فإن سترة الإمام سترة للمأمومين. سترة الإمام سترة لمين؟ للمأمومين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بمنى فجئت على حمار لي، فجئت على حمار إيه؟ لي. ويقول: وقد ناهست الحلم، يعني كان بلغ، يعني بدأ يبلغ يعني، فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وأصلت الحمار يرتع، فدخلت مع الإمام فلم ينكر ذلك علي أحد. فلم ينكر ذلك علي إيه؟ أحد. يعني أنت هو بيصلي الرسول وهو جايب الحمار فعدى من قدام مين؟ يعني أنا يا شيخ ينفع إن أنا نمشي من قدام الصف للضرورة؟ يعني مثلا لو الناس بتصلي ففي مسافة في مكان في الصف الأولاني والناس سايباه، هل ينفع إن أنا نمشي من قدام الصف الثاني أو الأول؟ عشان تسد هذا الايه؟ الخلل. اذا هل ينفع اننا نصلي بين الناس عشان نطلع نتوضى؟ تعدي وانت ما تدافعوش بقى، لان الامام سطره لمين؟ للمأمومين. يبقى اذا لو احنا بنصلي والامام بيصلي جدًا، الامام لوحده هو اللي يتخذ ايه؟ اما احنا سطرتنا مين؟ هو الامام. طب لو واحد ممكن يعدي من قدام الصف لاي سبب؟ لضروره مثلا؟
عاوز يعدي الضرورة عشان يتوضى مثلا مش عارف يعدي فعدى من قدام الناس فيها حاجة؟ لا مفيهاش حاجة. لكن يعدي من قدام الإمام؟ لا لا يقاتل هنا يدفع ويقاتل. إذا يا ولد عرفنا كده مقدار ارتفاع السترة قد إيه؟ مثل راحرة الرحل يعني حوالي إيه؟ ذراع أقل من الذراع. طب تدنو من السترة قد إيه؟ ثلاثة أذرع. ثلاثة إيه؟ أذرع. طب سترة الإمام سترة لمين؟ للمصلي. ما الذي يقطع صلاة الإمام؟ صلاة المصلي؟ أن يمر مين؟ واحد بس يقول كده؟ امرأة بالغة أو كلب أسود أو حمار. لا تعرف الحمار؟ لم تركبوا الحمار يوما؟ انا ركبت الحمار. اذا ركب الحمار لي جايز. انا طب لو مرت امرأة بعد ثلاثة أذرع المرة حمار بعد ثلاثة أذرع أهم حن وبين يدي المصلي. بين يدي الايه؟ المصلي. عرفنا من ذلك حكم السترة أن حكم السترة ماذا؟ سنة مؤكدة. سنة ايه؟ مؤكدة. بعض أهل العلم بيقول أنها واجبة لكن الصحيح أنها سنة ايه؟ مؤكدة. لما قلنا سنة مؤكدة يا ولاد؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بمنى ايه؟ من غير أن يصلي إلى ايه؟ إلى جدار. إلى ايه؟ جدار. والذي يدل على أهمية السترة يا ولاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عنزة معه يعني عصا يرشقها كده أمامه حتى هو بيصلي صلاة العيد. هذا يدل على أن السترة ايه؟ مشروعة. طيب دي يا ولاد فيه فائدة ايه؟ هو ان احنا نحافظ على هذه السنه. طب السنه دي نعملها في المسجد بس ولا في خارج المسجد؟ خارج في اي مكان. طب لو انا ما وجدت السترة بقى ودخلت المسجد لقيت كل واحد ماسك جدار نعمل ايه؟ نصلي ايه؟ عادي ما في شيء لانها سنه ايه؟ لكن نحافظ على هذه السنه. نسال الله عز وجل ان يبارك فيكم وان يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.